متابعي شوف، اهلا بكم في لايف جديد. موجودين مع حضراتكم من امام مسجد السيده نفيسه ومن جنازه زوجه الفنان احمد عدويه اللي توفاه الله اليوم، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاه المغرب من مسجد السيده نفيسه بحضور الاهل والاصدقاء زي ما حضراتكم شايفين. بحضور الفنان محمد عدوية وغياب الفنان أحمد عدوية لم يحضر إلى الآن لجنازة زوجته اللي توفاه الله نتيجة صراع طويل مع المرض حسب ما ذكر جيران المتوفية. توفيت ونيسة أحمد عاطف زوجة المطرب أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت زوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف تحدثت عن رحلة البدايات وكيفية انتقاء الكلمات والأعمال الخاصة به، وقالت تبناه الأستاذ مأمون الشناوي وعاطف منتصر، بالإضافة لشخص يدعى حسن أبو عثمان وهو شاعر، بالإضافة لي حسن أبو السعود. وعلق عدوية قائلا: الشاعر حسن أبو السعود حسن أبو عثمان شاعر كتب لي كتير من الأغاني الناجحة منها سلامتها أم حسن وهو رفيق العمر. وقال: أنا اللي كنت بختار الأغاني والكلمات عشان تعلق زوجته. وتقول عدوية: لازم يختار على أساس الإحساس وقربها للناس. طبعا من أشهر الأغاني للفنان أحمد عدوية أغنية السح التحمبو اللي فيها كلمات غريبة ما كانتش مفهومة وقتها، وده كان اختلاف إنه اختار طريق مختلف علشان يكون بالغناء. لما كان الأغاني الشائعة والمنتشرة في الوقت ده هي الأطلال، وغنى عكس الناس، وده اللي خلاه مختلف ومميز وحقق نجاح وشهرة واسعة بشكل كبير جدا جدا. متواجدين مع حضراتكم اليوم من أمام مسجد السيدة نفيسة وأثناء وصول جثمان زوجة الفنان أحمد عدوية. الوسط الفني بيشهد حالات متكررة من توديعه للأهل والأصدقاء المقربين. موقع حسب ما ذكر الأهل والأصدقاء إن زوجة الفنان أحمد عدوية توفاه الله بعد صراع مع المرض. إلى الآن لم يحضر أي من النجوم للجنازة. وصل الجثمان بشكل مبكر قبل صلاة المغرب، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب، وسيتم الدفن بمقابر العائلة. حضر الفنان محمد عدوية لتوديع والدته للمرة الأخيرة من مسجد السيدة زينب، وإلى الآن لم يحضر الفنان أحمد عدوية زوج ونيسة عاطف اللي كان الحقيقة بيحبها بشكل كبير جدا، وهي ونيسة أحمد عاطف واللي كانت رفيقة دربه ورفيقة كفاحه. وأعلن خبر الوفاة اليوم وقال: توفيت ونيسة أحمد عاطف زوجة المطرب أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية.
ده اللي نشره الشاعر صلاح عطية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي. وكانت زوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف تحدثت عن رحلة البدايات وكيفية انتقائه للكلمات، ودائما وأبدا ما كان بيحرص على الاختلاف والتميز من خلال انتقائه لكلمات الأغاني اللي كان بيتغنى بيها في الوقت اللي كان منتشر في الوقت ده موجة أغاني زي الأطلال والكلمات التراثية القديمة، ولكنه استطاع ان هو يتميز ويختلف بالكلمات اللي كان بينتقيها. ومن اشهر الاغاني اللي نجحت وسببت انتشار كبير جدا هي اغنية الساحة ده حنجوه، طبعا كلمات غريبة ومختلفة وغير مفهومة في الوقت اللي اتعرضت فيه الاغنية، ولكنها استطاعت انها تلاقي نجاح كبير جدا. وده الاختلاف اللي كان هو بيحرص عليه علشان يتميز ويبقى الفنان المعروف الشعبي أحمد عدوية. زي ما قلنا لحضراتكم الوسط الفني بيشهد حالة كبيرة من الوفيات في الفترة الأخيرة، فودع الفنان كريم عبد العزيز والدته، وبعدها تودع الفنانة يسرى اللوزي والدتها سوسن مارديني، والنهاردة بيودع الفنان أحمد عدوية زوجته ونيسة عاطف اللي كانت رحلة دربه وكفاحه، وأسفر عن زواجهم الفنان محمد عدوية، وهو من أكثر المطربين الشباب المعروفين بصوته الجميل اللي بيحب الناس يسمعه. الناس اللي لسه داخلة معانا اللايف، احنا متواجدين مع حضراتكم من امام مسجد السيدة نفيسة لحظة وصول جثمان زوجة الفنان القدير احمد عدوية ورفيقة كفاحه ونيسة عاطف اللي توفاه الله بعد صراع طويل مع المرض حسب ما ذكر الاهل والاصدقاء. كانت ونيسة عاطف هي رفيقة دربه ورفيقة رحلة الكفاح الطويلة، وذكرت عن انتقاء واختياره للكلمات الأغاني اللي كان بيتغنى بيها، وإنه كان دائما وأبدا ما بيحرص على الاختلاف والتميز. ووصول المطرب حسام حسني يعني إلى الآن حضر المطرب حسام حسني مطرب الأغاني الشعبية الشهير صاحب أغنية كل البنات بتحبك.
كده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا. اشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه. كانت معكم نوال مجاهد والى اللقاء.